صباح الخير عليكم. الخرطال ولا الشوفان كنعرفوا بانه عنده مزايا في التغذيه بزاف ولينا كنستعملوه، واليوم غادي نوجد لكم وصفات اللي خاصه بالجمال لانه عنده بزاف ديال المكونات اللي كتفيد البشره والشعر ديالنا. الخرطال ولا الشوفان فيه مادة الصابونين، والصابونين هي مادة منظفة بحالها بحال الصابون، داكشي علاش كنستعملوه كقماش كمنظف للبشرة وكمنظف حتى الفروة ديال الرأس. اليوم غنقدم لكم جوج وصفات خاصة بالبشرة وجوج وصفات خاصة بالشعر. إذا أولا الوصفة الأولى لأنها غنبغي نحتاجها من بعد، غادي نبدا بالشوفان بحال هكا. دونك غناخذ ثلاثة المعالق كبار وغنديرهم في الماء اللي غادي نغليه، غتعرفوا من بعد لاش غادي نستعمل. اذا اول وصفه هي وصفه كوماج. هذا الكوماج جربته هو زوين بزاف وكنشوفوا النتيجه ديالو يعني انستانيمون هذيك الساعه ملي كنطفوا البشره ديالنا. شنو كيخصنا؟ كيخصنا الشوفان، دونك غناخذوا معلقه كبيره. هذا نقدروا نقولوا دو زونا، يعني هو كوماج وماسك في نفس الوقت، لان غتشوفوا المكونات اللي غنستعمل فيه فهي مكونات اللي مغذيه وزوينه بزاف. غناخذوا معلقه ديال السكر الاشقر، دائما كنغلط فيه السكر الاشقر ولا لو سيكرو رو. انا لاحظتوا في الوصفات ديال كوماج كلهم كنستعمل هذا السكر لان لا تيكستور ديالو كتعجبني. الا بغيتوا ما عندكمش استعملوا السكر الابيض اللي كنعرفوا، ولكن راه هو موجود في الاسواق ورخيص ما غاديش بزاف. غادي نستعملوا معلقة ديال العسل، دونك أي عسل متواجد عندنا، ولكن إلا كان ذو جودة يكون من الأحسن. كنعرفوا بأن العسل راه مزيان للبشرة ديالنا. غنديرو حساب معلقة صغيرة. غنزيدو على هذه الوصفة إما مات الورد، إلا ما كنديروش بطبيعة الحال الحساسية ديال مات الورد وكونوا متأكدين من الجودة ديالو، راه كنا تكلمنا في هذا بزاف ديال الحلقات على الجودة ديال مات الورد من الصيدليات وشي بالصيدليات، الا نعوضوه بشي زيت نباتي. حنا والاختيار ديالنا بغينا نديرو زيت اللوز راه مفيد للبشره، بغينا نديرو زيت ارغان كما كنقول لكم دائما زيت ارغان كيستعمل وكنغسلوه مزيان ما نخرجوش به بالشمس لانه كيسمر لنا البشره ديالنا. بغينا نزيدو كبسوله ديال فيتامين او لانها انتي اوكسيدان مضاد للتجاعيد حتى هو كان بها. اي زيت اللي غنعرفوه مفيد للبشره ديالنا على حسب حنا شنو بغينا. دونك كنخلطوا هذا الكوماج وكنديروه على البشره ديالنا واحد 10 دقائق، ومن بعد عاد كنديروه. كما قلت لكم لوكوماج كيدار هو عمليه ميكانيكيه ما يمكنش ينجح لينا الا ما درناش هالطريقه ديال الحركات دائريه باش كنحيدوا ديك البشره اللي عندنا ميته في الوجه ديالنا. دونك وكنغسلوا البشره ديالنا بطبيعه الحال بالصابون الاعتيادي، وغادي تشوفوا كيفاش النتيجه كتكون زوينه بزاف. بالنسبه للوصفه الثانيه غادي نرجعوا للمكونات اللي كنت حطيت في الماء السخون اللي هو الشوفان، ثلاثه المعالق تقريبا جوج كيسان ديال العنبه. دونك ملي كيغلى وكيتقال كنصفيوه بهذه الطريقه. لضيق الوقت غادي نوريكم انايا حيت خاصو واحد المده باش يبرد، غنوريكم كيفاش علاش كنحصلوا. الوغ كيولي بحال هكا كنستخلصوا هاد الماده اللي كتكون لزجه بحال هكا كما كتشوفوا، وهي اللي غنخدموا بها اون كريم البشره. الوغ هاد الكريم فيها مكونات اللي هي زوينه بزاف وما يمكنش غير انها تفيدكم. الوغ شنو درت فيها انايا؟ الوغ درت فيها عبار معلقه صغيره ديال زيت، عبار معلقه صغيرة ديال زيت الفيك دو بارباري، مفيد بزاف للبشرة. الوغ هاد الزيت علاش كيصلح؟ أنه كيعطي داك ليفي أنه شوية كيجبد البشرة، وهو أصلا ضد التجاعيد. غادي نزيد أنايا شخصيا كنبغي ندير زيت الكونكومبر ولا زيت الخيار، لأنه زيت الخيار مفيد للبشرة وهو ضد الحساسية، باش حتى لا قدر الله البشرة ديالنا غادي لنا اون رياكسيون فهاد الزيت كتحمل لينا الوجه ديالنا. وغادي نزيد زبدة الشيا، هاد الكريم كنقدروا نستعملوها ونخليوها في الثلاجة. انا جبت لكم الو الريزلت فينال واني ما فيها باس نوريكم كيفاش كنخدموها. نمزجوا هاد الخليط بالتراب الكهربائي لضيق الوقت، انا غير وريتكم الطريقه، غنوريكم النتيجه النهائيه ديال الكريم. ها هي دا، نقدروا نخليوها في الثلاجه صدقوني
سي زعما غنيه بزاف، وحتى لا تيكستور ديالها زوينه بزاف. دونك هاد الكريم بما ان ما فيهاش حتى شي ماده كيميائيه ولا ماده محافظه باش تخليوها زعما مده طويله، كنصحكم تخليوها واحد 5 ايام 6 ايام في الثلاجه فقط. فلذلك استعملوا كميات قليله حتى تساليوها وعاودوا ديروها. الوغ الوصفه الثالثه واللي هي خاصه بالشعر، وانا كنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه لانني انا جربتها وعجبتني بزاف وكتعطي نتيجه حتى هي. من بعد ما كنغسلوا شعرنا كنحسوا بان الشعر ديالنا ليان وطاح كما كنقولوا او رطب. الوغ شنو فيها؟ فيها الشوفان اللي انايا طحنته، يعني ولا على شكل بودره كما كتشوفوا، وراه سهل في الطحين. غادي ندير جوج معالق كبار، انا كندير بقياس الشعر ديالي او جوج ونص تقريبا. غادي ندير صفر ديال البيضه روميه، الا بغينا نديرو بلديه نتهلاو في راسنا علاش لا، مي روميه راه كافيه. عرفوا بان صفر ديال البيض غني بالدهنيات ومزيان للشعر ديالنا. غادي نديرو واحد ياغورت طبيعي كامل، ياغورت انه مزيان للشعر، وميم طون هو كيحيد لينا ديك الريحه ديال صفره البيض بالنسبه للسيدات اللي ما كتعجبهمش الريحه. وغادي نديرو كوكونات اويل ولا زيت الكوكو، كنعرفوا بانه مغذي ومزيان للشعر، عبار جوج معلقات كبار، وانا زدت فيه زيت الزيتون. بغينا نديرو شي زيت واحد اخر، زيت الافوكا، اي زيت اللي كيعجبنا في الشعر ديالنا من غير زيت الخروع. الله يعطيكم السر، زيت الخروع كنديروه فقط لجلده الشعر ديالنا لانه كيستيمي لا روبوس ولا كيساعدنا على الشعر ديالنا ينبت، ولاني راه هو كينشف الشعر ديالنا. فلذلك كنديروه غير بجلده الشعر، ما نخلطوش الوصفات اللي بغينا دير لنا التغذيه. كنخلطوا هذا لو ماسك وكنديروه على الشعر ديالنا. انا نصيحه مني ليكم انكم ديروه بالاكثريه على الاطراف ديال الشعر، الا بقينا شي حاجه نديروها في الشعر الفوق واللي ما لقيتوش الجلده نجنبوا الماسكات على جلده الشعر، ونخدموا الشعر ديالنا بحركات اللي هي يعني نخدموا الشعر ديالنا بحركه بيدينا بحال كنحلوا ليكاي ديال الشعر باش كيمص لينا الماسك ديالنا بطريقه اللي هي مزيانه. كنتمنى انكم تكونوا عجبوكم هاد الوصفات وانكم تجربوهم، ونشوفكم دائما على خير.